اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كريتيكو ميدو. برنامجنا النهارده بيتكلم عن الفيل الازرق الجزء الثاني. طبعا الفيل الازرق مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه كتير عن الجزء الاولاني، لان الجزء الاولاني طبعا حطم ايرادات السينما وخدنا في مكان ما بنتكلمش فيه كتير. بس الفيل الازرق الجزء الثاني حطم الايرادات برضو وخدنا المنطقه تانية، بس هند صبري قدرت تستحوذ على تفكيرنا وقدرت ترعبنا في نفس الوقت. هنتكلم بالتفصيل تمام. لا تخاف ولكن احذر. دلوقتي بقى بعد ما شفنا جزء من الاعلان بتاع الفيل الازرق، دلوقتي نتكلم بقى عن تفاصيل القصة. بتتكلم ان دكتور يحيى فات عليه 5 سنين عن حياته واتجوز نيلي كريم. اللي بيحصل بقى ان حياته بتبقى غير ستيبل، انها حياته مش طبيعية، وبيرجع ان هو يشرب تاني. وبس فجأة بتظهر هند صبري العبقرية بدورها العبقري، طلعة وعاملة جريمة انها قتلت بنتها وجوزها ودخلت المصحة. واول ما دخلت المصحة برضو عملت جريمة تانية وبقى راحت للحبس الانفرادي. احنا طبعا ما نقدرش نتكلم كتير عن اداء هند صبري الخطير العبقري اللي احنا ممكن نقول عليه من هنا للسنه الجايه انها شالت الفيلم فوق كتافها. بعد ما عملت الجريمه دي نقلت الحبس الانفرادي، وطبعا في الحبس الانفرادي عاملين اوضه بمنتهى الروعه كانك بتتفرج على فيلم امريكي جوه فيلم مصري بجد. الاوضه عاملينها بتفاصيل رهيبه، بفتحات الصوت اللي بتتكلم منها، شغل رهيب 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 جدا. طبعا غير كادرات التصوير هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل، بس انا عايز اتكلم عن نقطه معينه، ان فعلا الحبس الانفرادي اللي عاملينه في اوضه العزل دي عاملينه زي الافلام اللي بتكون زي فيلم هانيبال في امريكا، لما فيلم طبعا لانتوني هوبكنز. الفيلم ده كان جبار وبنصح الناس كلها تتفرج عليه. طبعا دلوقتي هنتكلم عن الشخصيات، واول شخصيه طبعا هنتكلم عن البطل الفيلم هو كريم عبد العزيز، دراجون التمثيل في مصر. طبعا قام بدوره طبعا بشكل رائع زي ما احنا عارفين كريم، بادائه الرائع الخطير، باداء حتى الهلوسه بالرياكشنات وشه، بالاداء رهيب رهيب. كريم مفيش كلام عليه يعني بصراحه، ما شاء الله. نمسك خشب نمسك خشب يا جماعه. هنتكلم دلوقتي عن الشخصية التانية وهي بتقول لا تخافوا ولكن احذروا. الشخصية دي عاملة دورها بشكل رائع جدا، وهي الفنانة هند صبري، عبقرية التمثيل نقدر نقول كده، عبقرية لأنها عاملة دور رهيب ودور صعب إن حد يعمله، لأنه مش موجود عندنا في مصر. يعني أفلام الرعب عندنا قليلة في مصر، فهي تعمل شخصية مرعبة فده حاجة حلوة جدا. ولما تكون عاملة الغجرية في الهلوسة رهيب رهيب. طبعا هنتكلم بقى عن الشخصيه الثالثه وهي نيلي كريم، بادائها اللطيف الخفيف اللي ما تحسش انها متكلفه على الكاميرا، يعني مش مفتعله بشخصيتها العاديه خالص طبعا، واللي تشك في امرها، فده حاجه جميله جدا بجد. شخصيات رائعه. واياد نصار طبعا عامل دور الدكتور مدير المصحه، طبعا عامله بشكل رائع. ونقدر نتكلم بقى اكتر عن اللقاء اللي بيقوم ما بين دكتور يحيى والدكتور اللي هو عامل بدوره اياد نصار. طبعا المخرج عامله بشكل رائع في التصوير والكادرات، ان هو يكلم نفسه ويقول ده من نظاره حاططها على وشه عشان ما يعرفش تعابير وشه او يشوف عينيه، فده حاجه رهيبه جدا. يعني ان انت تكلم نفسك في لحظه ثواني، تفكير نفسه في الحته دي خطير جدا. احنا مش عايزين نحرق الفيلم، بس احنا بنقول تفاصيل حلوه جدا في الاخراج لانها رائعه جدا بجد. طبعا نتكلم عن احمد مراد، مفيش كلام عليه، طبعا عامل سيناريو رائع. ولما ياخد حبايه الفيل الازرق كريم عبد العزيز، احنا بنشوف عالم روعه، عالم من الهلوسه. ممكن تشوف حوت طاير في السماء، بتشوف عنكبوت عند الاهرامات، شغل عالي جدا، جرافيكس حلو، بس محتاجين برضو في تطور، محتاجين تطور كتير في الجرافيك. بس اقدر اقول ان الفيلم مادي يعني راح بينا لابعد الحدود في عالم السيكولوجيه وعالم النفسيه بجد. انا بنصح الناس كلها تشوف الفيل الازرق. طبعا جينا للاخراج، الاخراج يعني مروان حامد مخرج عبقري عبقري لاسباب كثيره وكثيره وكثيره. ولكن هنقف هنا وقفه
ونقول اشهر اعمال مروان حامد. من اشهر اعمال ابراهيم الابيض، عماره يعقوبيان، الفيل الازرق الجزء الاولاني طبعا، الفيل الازرق الجزء الثاني، وتراب الماس. دول من اشهر الاعمال، وطبعا في اعمال كتيره، بس احنا نتكلم بقى عن اخراجه في الفيل الازرق الجزء الثاني. الاخراج في الفيل الازرق الجزء الثاني، انا بتكلم عن الافتتاحيه. افتتاحيه الفيلم كانت خطيره، خطيره جدا جدا جدا، كانت عبقريه. طبعا انا عايز اتكلم عن الديبس اوف فيلد للصوره، ازاي يا مروان بتعمل الشغل العالي ده. افتتاحيه الفيلم معموله ان كريم عبد العزيز ظاهر معانا في نص الكادر، النص التاني ظاهر معانا عمق رهيب من العماره لتحت، باين الشارع موجود تحت والاسامي بتتكتب. طبعا مشهد خطير 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 جدا، وافتتاحيه قويه جدا تشدك، يعني تفضل قاعد عامل كده يعني مش مصدق ايه الابداع ده. وطبعا التصوير داخل اوضه العزل ده، هو نفسه صرح وقال كان صعب جدا، وهو فعلا صعب، بس التصوير كان خطير، كان خطير. بتشوف من كاميرا المراقبه زاويه، من تفاصيل هند صبري زاويه، للدكتور اللي هو بيقوم بدوره اياد نصار ادي زاويه، كريم عبد العزيز نفسه زاويه اخرى، حاجه رهيبه جدا. نشكر مروان حامد على الاخراج الرائع ده، واللي حابب يتعلم اخراج بجد لازم يتفرج على الفيلم الفيل الازرق 2 ويتعلم الاخراج. هنتكلم عن بعض النقاط الضعيفه في الازرق 2. طبعا في الازرق 2 كان محتاج شويه الجرافيكس يبقى اقوى من كده، بس نقول شابو لصناع السينما انهم قدروا يوصلوا للدرجه دي. هنتكلم عن حاجه كويسه في الموضوع، ان احنا وصلنا لشويه من الجانب النفسي، وده كنا محتاجينه كتير. الساوند افكت، هنتكلم عن الساوند افكت، من افضل افلام المصريه في الساوند افكت. انا اول مره احب ان انا اتفرج على فيلم مصري واشوف الساوند افكت، لان انا بهتم بالموسيقى جدا، لان الموسيقى هي اهم حاجه في العمل الدرامي. الموسيقى هي العمل تكاد تكون نصف العمل الدرامي بجد. فانا انبهرت وبقول لهم برافو 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 على الساوند افكت والمزيكا والابداع بتاع الساوند تراكس بتاع الفيلم. احنا هنقيم الفيلم عندنا هنا هنديله 8.5 من 10، لانه محتاج شويه حاجات في الجرافيكس، وكان هيبقى الفيلم ده عالمي عالمي بمعنى الكلمه. وصلنا لاخر حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايكس لو عجبتكم الحلقه، ومستنيين سبورت بقى، عايزين سبورت جامد لينا. وحاسس ان انا بدات ادروخ، واضح ان حبايه الفيل الازرق اشتغلت ولا ايه، وحاسس ان الدنيا تايهه. المهم يلا بسرعه باي.